صعبين عن الصباح. سقطت ما سقطت، حتى لو سقطت، سقطت ما سقطت، حتى لو سقطت. فمرحب بكم، وإن شاء الله فعالياتنا مستمرة على مدى صبة أبدية إن شاء الله. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، والوعي خيار الشعب. مرحبا. السلام عليكم. أنا من مبادرة للعنصرية، نعم للتنوع. اللي أنا عندنا برنامج هو عبارة عن استبيان فيديو مصور. إن شاء الله بس عايزين نعرف أسباب العنصرية وما هي العنصرية في السودان وكده يعني. فهدف المبادرة إنه هو إحنا عايزين ننشر الوعي الثقافي بتاع إنه إحنا متنوعين. عندنا قبائل في السودان اتجاوزت 400 وحاجة يعني. فالحاجة اللي خلت إنه إحنا نتفرق ونتفصل، والمشاكل اللي إحنا بنعاني كشعب السوداني منها، أول سبب العنصرية. العنصرية مست أي بيت سوداني. كنا في البداية بنتربى تربية حقت إنه لا ده لونه ما بيشبه لونك، أو قبيلته ما بتشبه قبيلتك. فزرعوا فينا قيم ما بتشبهنا وحاجات ما بتشبهنا كشعب سوداني متماسك. ولقدام إن شاء الله عايزين نكون متوحدين ونكون أجمل شعب ساير زي ما دافاتنا بدت، ولا لون بيفرقنا، لا عرق بيفرقنا، لا ديانة. كلنا سودانيين، كلنا عايزين نبني وطن واحد شامل فيه كل القبائل، بنتقبل بعض بأشكالها متنوعها وثقافتها. فإن شاء الله حنبدأ الاستبيان. عايزين واحد نبدأ معاه الاستبيان. ممكن واحد يتفضل؟ تفضل ادينا رأي في العنصرية وفي أسئلة كده هنطرحها عليك وانت تجاوب عليها. السلام عليكم. عرفنا على نفسك أول. محمد موسى. أهلا وسهلا محمد. عايزين نعرف تعريفك للعنصرية شو؟ العنصرية هي تميز وتفرقة جماعات وأفراد ومجموعات وقبائل وأفراد موجودين في منطقة معينة ومناطق تفرز بين جهة وجهة. يقول لك أن الناس كنا برا، ناس كسلة، ديل أحلى جزيرة، وديل الموصدان. يقول لك يفصل ويحاول على حسب الجهة اللي هم موجودين فيها، على حسب اللونية أو الشكلية اللي هم موجودين. يقول لك ديل ما بيشبههم بنفس الفكرة، نفس الدون الوقت الجامعات موجودة طبعا. يقول لك ديل مجموعات، ديل ما بيشبههم، ديل ما بيشبههم، ديل مجموعات جديدة. أنواع وأشكال العنصرية عموما في مجتمعنا السوداني، هل بتعرف أول لاحظتها في المجتمع شنو؟ والله أنواع كثيرة جدا، ما أنواع كثيرة جدا منها اللونية والقبلية والجهوية. دي الأسابات وواضحات، والدين مؤثرة أكثر شيء عندنا الجهوية والقبلية. القبلية أكثر شيء لأن حاسس لو ملاحظ حتى في نقاطنا السودانية ناس محمد موسى برضو يعني اشتغلوا شغل يعني صعب جدا، شغل سيء جدا بالنسبة للنقاط السودانية. دائما كانوا يتكلموا عن القبلية تبرز بين يعني عملية التفاضل ما بين قبيلة وقبيلة، قبيلة دي ذكية وقبيلة دي غبية،
بمفهوم يعني نكاد يحاولوا يضحكوا الناس، لكن في نفس الوقت ورسوا يعني وصلوا رسالة خاطئة بالنسبة للحاجات الباقية. تذكر السبب الزرع العنصرية في مجتمعنا السوداني، شنو الأسباب اللي ولدت العنصرية في المجتمع عندنا؟ والله أسبابها من ضمن ولا المؤسسات الكيزانية اللي انشأت على مدى 30 سنة، ده قدام فرصة إنه يعملوا ويسووا يعني يعملوا ما بيدينا ويعملوا المستحيلات إنه يعملوا يفرزوا الناس إلى مجموعات وجماعات ويفرزوا ما يخلوا كل الناس في مجموعة ما يقدروا إنه يتوحدوا، لأنه في التوحد هو زي ما إحنا عارفين ما في زي ما يتوحدنا الحمد لله. ما شاء الله هسه قاعدين نتوحدنا وكلمتنا واحده، هو ابويا ما بقدر يسكتنا، ما بقدر يعني يسكتنا زول ولا يقدر يسكتنا زول ولا برهان ولا غيره. الاثار العنصريه اللي واجهتها او حصل مرت بيك تجربه بتاعت عنصريه مريت بيها في حياتك عموما؟ والله التجربه اللي انا مريت بها كنت مشيت حلبة القديمه هنا، انا من مواليد حلبة الجديده بقى، فبعد ما انتهت الشهاده فعندي فراغ ثلاثة شهور كنت أمشي شوية كده أخذ تجربة في مناطق تانية، فمشيت حلبة القديمة أخذت فكرة كده يعني بالذات في المواصلات أو السفريات على الباصات السفرية كان فيها عملية كده يعني إنه تركب كده تركب المقعد المكان اللي أنت مخصص له أصلا دفعت فيها قيمة بتاعت التذكرة، فقاموا شالوها مني وأدوها لزول تاني ومشينا لقدام برضه الزول ده هو طبعا قال حاجات دي وقام مسجد لها في الوقت وما سألوا على أساس إنه هو من ذلك الجنام واسس كرة كبيرة طبعا لا أساس إنه من كبيرة معينة ولا سنة من كبيرة معينة بنفس اللي كده حصل في بصة صدرية وأنا مشيت هناك في حلبة كبيرة، لكن بنفس اللي كده وستة اشتغلت مع كبيرة معينة في منطقة زراعية واستفدت وكان هو مكان لأنه أكثر من أربع قبيلة موجودين في منطقة واحدة إجنا أكثر من مكان واحد، يعني كان حاجة صفحة جدا ويبدأ الذكرى يعني. لو قلت لك وجه كلمة أو رسالة لكل عنصري أو زول بيمارس عنصرية هتوجه له رسالة هتقول له شنو؟ والله رسالتي له إنه يعني بعد بناء دولتنا الجديدة اللي هنبنيه وهنبنيه ما أظن إنه يعني مبادرتك أو فكرتك اللي أنت ماشي على دي هتنجح معك يعني ما هتنجح، لأنه هنا خلاص توحدنا بعد كده شنو؟ يعني حاول تجيب لك حاجة غيرها، تجيب لك طريقة تصرف فيها الحكم ولا كبرها كبيرة زي باقي الناس كبرة سلت لأنه ما حد ينجح معك. عرفنا بنفسك لو سمحت. السلام عليكم، أنا محمد عثمان من جمال سعود بكر. أهلا وسهلا محمد. محمد تعريفك للعنصرية شو؟ العنصرية هي ما واضحة يعني كونك إنه ده يفضل ده ومن ده وده يفضل من ده وما في داعي للحاجات دي كلها، لكن حقيقة وإن أنا بالتحديد كده يعني عجيب لا أتكلم بالنسبة للعنصرية ولا حاجة كده، لكن حقيقة كده أتكلم بحاجة واحدة، الناس هي الأحزاب المكونة دي هي صايبة تتصارع في المجالس بتتصارع في الكراسي ساكت بدون أي سبب، لكن أنت الناس الحقيقة هي المرقة الناس هي حاجة واحدة. طيب لو سألتك قلت لك عايز أعرف كل أشكال العنصرية في مجتمعنا هنا عموما أنت بتعرفها أو لاحظتها عموما؟ والله هي العنصرية دي هي موجودة يعني واضحة وظاهرة عندها أنواع كثيرة؟ والله عدة أنواع يعني حتى في المجال التجارة في المجال القراية يعني في مجال المستشفيات في المجال السجل المدني. كيف؟ والله حقيقة يعني بفضل اللون بس باللون واللون، لكن شفت لما تجي انت اجنبي من اخر دولة الى دخلت السودان هنا بس لونك ابيض يا هو واضحة بس لونك ابيض يا هو دغري عنصرية لون يعني ايوه عنصرية لون ما عندها قضية بانه ابيض حاجة بشكل ده، لكن حقيقة الغبية دي هي اجابة الحزب المؤتمر الوطني ده حقيقة، وانا هنا الشيء اللي انا الضاير اوصله للناس
يعني الناس ما تجي تتسارى هنا في المجالس وهناك أخواننا في الخلاء يا ناس بيموتوا ولا عندهم مشرب زي الناس ولا عندهم معقل زي الناس ولا عندهم مستشفيات زي الناس ولا عندهم مدارس زي الناس. لكن حقيقة أنا الرسالة هنا عم دايرة وسيرة يعني بحب إن المجلس الآن الحسي حاليا من قبل ما يسلم بسلطة مدنية أنا بحب إن الناس دي شفت أي قرية تكون ما عندنا غير في جميع الولايات السودانية يكون كلنا ولاية ومحليات فقط بس قرى ثانية ما في لأساس إن شنو يوصلهم ضامن هم ذاتهم ده حق من حقوقهم يوصلهم ضامن كهرباء مياه مستشفيات مدارس يعني الحاجات دي كلها لازم تتوفر لأي شخص هنا في السودان. تفتكر السبب اللي خلى العنصرية تتولد عندنا في المجتمع شنو خلى تكون عندنا عنصرية من الأساس؟ والله دي حقيقة كده طبعا أنا يعني ما أعلم ولا أقال بس أعلم من وجهة نظرك كده من وجهة نظري إني أنا أعرفها هي السبب الوحيد الجهوية والقبلية جابة شنو جابة الأحزاب فقط لأنه أنا كمثلا منشط من الأحزاب كويس معك لما نجي نكون مثلا جروب كده خلاص نكون لحزب بالمعارضة فأنت أنا جيت طرحت لك رأيي لأساس إنه تستقبلني ما بتستقبلني أنا لماذا ما أمشي أغير أمشي أحرك الناس أقول لهم يا أخي الناس دي اللي هم ما في داعي لهم وما في داعي لهم وفي النهاية أنا يعني آخر مرحلة إني أنا دايرة أصلة بس أملاك الشوجة ده السبب الوحيد خلى العنصرية اللي وضعت الولد لكن حقيقة من الأحزاب المؤتمرة الوطنية تجاوز العنصرية كلها رسالتك لكل زول بيقوم بتصرف عنصري بتقول له شنو؟ لا أي رسالة لزول بيقوم له عنصري أنا دائما برسل لأي زول رسالتي يعني بتمنى إنه ما يكون هو زول بس بحب نفسه بس يعني فكر في أخوك قبل ما تفكر في نفسك دي الرسالة اللي أنا بوجهها لأي زول عنصري والحقيقة هي العنصرية نحن العنصرية اللي نحن يعني الناس بيتكلموا فيها دي والله ما حبابا ونحن هسي جينا إدوا حدنا قلنا إدوا حدنا لكن أنا شايف الحقيقة الأحزاب دي لو ما إدوا حدت قسما بالله سلاسة الأحزاب دي العنصرية دي بترجع بالتحديد لمدة ثلاثة عام تاني بترجع دي الحقيقة اللي أنا شايفها هي واتها ما لم يكون الأحزاب دي اتوحدوا سواء كان أنت لو داير مجلس أنت لو داير كرسي أو داير حاجة بشكل ما تجد الصراع صراعك ده ما بيجيب لك كرسي كلامك ما بيجيب لك كرسي لكن طيبتك وأخلاقك وكرمك وقيمك يا هول بيجيب لك كل حاجة أنت ضايرة ما شاء الله. طيب لو تكلمنا عن المجتمع عموما مجتمعنا السوداني لو مزحينا شوية من الأحزاب المجتمع عموما أسباب العنصرية اللي اتولدت فيه أنا وإنت ومحمد وأحمد وجيراننا وأصحابنا وفي الجامعة أكيد واجهت يعني بنلاحظ إنه في عنصرية عموما السبب اللي ولد شنو بيننا إحنا كجيل أو كمجتمع عموما؟ والله حقيقة كده أنا ما أعرف السبب اللي ولد شنو مع إنه أنا مواليد 89 كنت لقيت نفسي فيها غلط ما أعرف سببها أن حاجة دي المشكلة الحقيقة عارف الأحزاب لكن بس بالتحديد الأحزاب يا حبيب لو ما كانت الأحزاب يعني لو أحزاب دي موحدة كانت كل الناس بتتوحد. شكرا لك. شكرا لك. عرفنا بنفسك؟ اسمي وفق حسن هادي محمد اللي مريد جامعة الحكومة. أهلا وسهلا. تعريفك للعنصرية شو؟ تعريفي للعنصرية هي أنك تعمل تفرقة على حسب إذا كان على حسب الجنس أو إذا كان على حسب اللون أو على حسب العرق في الجامعات معينة في المجتمع معين في نفس الأريا. طيب كل أنواع العنصرية وأشكال الموجودة عندنا في مجتمعنا السوداني غير الجنس واللون والعرق؟ في مجتمعنا السوداني احنا اكثر حاجه عندنا لها متعلقه بالعرق لكن في عنصريات ثانيه متعلقه باللون برضو عندنا لها
برضو ممكن يكون من العنصرية اللي احنا عندنا لها اللي هي المتعلقة على أساس مثلاً الجندر برضو عندنا لها. أكثر نوع منتشر عندنا؟ اللي هو متعلقة على أساس العرق. تفتكر الأسباب العنصرية؟ الأسباب نحن ممكن نقول إنه فيها أسباب تاريخية، ممكن نقول برضو إنه فيها أسباب اجتماعية وفيها أسباب دينية. من الأسباب التاريخية إن إحنا عارفين إنه من زمن الإنجليز اللي هو الفكرة بتاعت فارغ التصد، ومن الأسباب الاجتماعية اللي هو موجود في السودان اللي هو ده استخدام الناس استخدام اللي هو سلبي، مفترض إنه يكون ده يستخدم استخدام إيجابي. من الأسباب الدينية برضو اللي هو عندنا متعلقة بإنه مثلا في ناس عندهم ديانات معينة، في ناس تارين ما عندهم نفس الديانة والحياة في كده. آثار العنصرية في المجتمع ظهرت كيف؟ يعني هل في آثار واضحة ظاهرة نتجت عن العنصرية بتمارس عموما؟ أقل سبب ممكن يكون واضح لنا بالنسبة للعنصرية حاليا اللي هو سبب لنا مشاكل بلا عدم انتصار، سبب أزمات اقتصادية، حتى إنه سبب زي ما عارفين إنه في جرائم مغولية حصلت، في حروب ونزاعات كلها متعلقة بالحياة كلها حصلت، إذا كانت متعلقة بأقاليم معينة أو إذا كانت متعلقة حتى إنه في وسط العاصمة، فالحياة دي معروفة. ممكن بنسبة إنه 90% من السودان كل الأطراف الموجودة في السودان فيها حروبات قبلية كلها متولدة لنا من سبب العنصرية. لو قلت لك وجه رسالة بكلمتين لكل زول بيمارس عنصرية في مجتمعنا هتقول له شنو؟ طيب احنا ممكن نوجه الرسالة لكن هي كلمتين دي على راح. طيب انا بقول للناس انه عندنا في دول كثيرة مستخدمة التنوع العرقي عشان انه تحصل وتتطور، زي الولايات المتحدة الامريكية بتستفيد مننا حاليا نحن كسودانيين ولا كافارغة بالتبادلات زي ما عارفين الجرين فيزا، وثاني في فولوشيب في سكولرشيب دي كلها قاعدة تعملها عشان تستفيد من العرق اللي نحن عندنا له اذا كان كافريكان بيبول عشان يستفيد يتطور مننا، يكون في تنوع قابل. لما يكون في تنوع يكون في عدد من الثقافات بيقدروا انه يوصلوا لتوافق تام لنا. انت ذاتك بتكون عارف درس المجتمع الثاني ده بيتكون من شنو وتتداخل معاه كيف، ويخليك انك تكون اوريدي عندك المشاكل اللي ممكن تحصل انت بتكون اتجنبتها. فما دام نحن عندنا الحاجة دي في السودان نحن مفترض نستغلها، ما انه لغاية نمرق برا لسكولرشيب ولا نعمل حياة زي دي نجيب ناس من برا، نحن اوريدي الحياة دي قاعدة عندنا في السودان. بتمنى انه من النصوص الجديدة او من الاجسام الجديدة الحقيقة انه تستخدم لنا الحاجة دي في انه تكون حاجة مفيدة بالنسبة لنا، ما تكون مصدر مشاكل زي ما حاصل حاليا في اطراف السودان. شكرا لك كثير. عرفنا على نفسك يا حاج. تعريف بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم محمد احمد عبد القادر الارباب، محمد احمد عبد القادر الارباب محامي. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. هذا الكلام يعني أهلاً وسهلاً بك، شرفنا. باحث في القبائل ومستشار الملتقى بتاع القبائل سابقاً اللي هو بضم 270 قبيلة في السودان. أهلاً وسهلاً بك. أنا حقيقة يعني محامي وكنت مرشح رئاسي سابق ورئيس تجمع المستغلين وليس المستغلين، المستغلين. تعريفك للعنصرية شنو؟ أنا الحقيقة عجبت جدا جدا بهذا البرنامج وهذا الجروب واهتمام الباحثين، لأنه موضوع العنصرية موضوع حساس، وهذا الموضوع أنا يعني لدي فيه بحوث وكلام كثير جدا. هذا النظام البائد النظام المخلوع البشير هو أضطر للعنصرية. هذا النظام ما كانت عندنا عنصرية، السودان فيه أكثر من 580 قبيلة قبل فصل الجنوب، الآن يعني القبائل دي بتكون يعني أقل عددا، تكون كمية قبيلة، في قبائل ناطقة باللغة العربية وفي قبائل عندها لهجات محلية. مسألة العنصرية أساسا مسألة يعني أساسا ما دينية ما إسلامية،
زي مسألة الناس الحسي بيقول لك احنا والله دايرين نعمل يعني نصرة الشريعة وكده. أين هي الشريعة؟ كان في العنصرية، كان في عنصرية مش كان في شريعة، لأنه الإسلام ذاته ما عنصري، لأنه الإسلام ما عنصري. أول حاجة النظام اللي كان ماشينا في السودان كان زي نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا. أن إحنا أي زول فينا موجود حسي في الجنوب ده ولا في السودان ولا في أي حتة، حبوبته فوق حواء وجده آدم، وين العنصرية؟ ما في جنس أحسن من جنس، شعوبنا وقبائل تعارفوا. أن إحنا في السودان حقيقة يعني قصة القبلية والعنصرية دي أقعدت السودان. أن إحنا محتاجين للاندماج الاجتماعي. السلطنة الزرقاء بتاع السنار أحدثت اندماج لما الناس خادوا حرب ضد الحبشة، اشتركوا فيها عبد الله والفون وسلطان دارفور السلطان الخميس ابن جنجل، يعني الثلاثة ديال حاربوا الحبشة. واحد. اثنين، الجيش السوداني تكوينه قومي. الطرق الصوفية تلقى الخلوة بتاعت الشيخ الطريقة فيها كل القبائل، تلقى فيها الزغاوة، فيها الهوسة، فيها الجعالين، فيها البديرية، فيها الناس الشرق البناء، فيها تلقى الخلوة. الطرق الصوفية لعبت دور في الاندماج القومي. عشان كده يعني في مؤسسات النظام ده حاربها، انه الطرق الصوفية دي يعني عملت نوع من الاندماج القومي، انتهت من العنصرية. المهدية يعني كانت رفعت شعار لا اله الا الله بالطريقة الصحيحة، دمجت اهل السودان تحت راية واحدة، وحدت يعني وحدت ناس دارفور، يعني ناس العرب والزرقاء بيقول حاجة واحدة، بيغاثوا الاستعمار. لما جاء النظام ده بيقول ناس دارفور بيقتلوا بعض، بتحاربوا. عشان كده النظام ده عمل اشياء عنصرية، يعني عمل جروح عنصرية. كان شعب واحد موحد حارب الاستعمار. الخرطوم دي لما سقطت، انا عندي كتاب اسمه تحرير خرطوم في 1885، شاركت فيه اكثر من 30 قبيلة، حررت هذه الخرطوم. لو ما اتحدوا اهل السودان دي ما كان حررت، كان في اندماج قومي. الجنوب انفصل، السودان ده فصل ليه؟ لانه عمل حرب مقدسة والجنوبيين واشياء زي دي، دي عنصرية. هسي الان في الاطراف بتاعت العاصمة او السلك الشايك، اي ناس تقاوم من قبائل تانية جاية، قبائل متأثرة بالحرب، البلد ديسبليس نازحين، تلقى مسوبة، تلقى مسألة سوبة الأراضي، تلقى مسألة حجوسي بدار السلام النيفاشة، السلك الشايك عن الأطراف العاصمة دي بيجوا بكسروا منازل، بكسروا أراضيهم دي، وبيجوا طوالي بيدوها للناس الجلابة دي، يعني بيوزعوا لهم أراضي. دي عنصرية. الحاجة الثانية، في حاجات قديمة يعني في موضوع الركة زمان، يعني كان حكم الإسلام أبطله، دعب فلان وده كده وده كده، الرك ده عملية كانت ماصحة في الإسلام، فكوا رغبة، إنه انتهت المسألة دي. العالم حاربة الديسكريميشن اللي هي العنصرية دي حاربة. أنا إحنا هسي الآن يعني حتى أنا بتكلم معك أنا بصفتي مثلا أنا جذوري ورا أنصاري حزب أمة، يعني مثلا إحنا عندنا مثلا في السودان القبة تحت المهدي، لما جاء أخونا عبد النبي علي أحمد وكان أمين عام حزب الأمة من دارفور من أهل البرتي من الصياح، لما قالوا يدفنوا القبة قالوا ما يدفنوا لأنه ده من أشراف، دي ما زادت العنصرية. قالوا ما يدفنوا حجم العنقرب يتكسر، قلنا يدفنوا هنا لأنه المهدي سوى، المهدي تزوج من دارفور زوج السلطان نورين، الناس كلها حاجة واحدة. قالوا ما يندفن هنا لأنه ده ما من الأشراف، دي يدفنوا فيها الأشراف، دي ما عنصرية يا جماعة. الواحد لو حس ماشي خطب لبت يقول أنت ليه خطبته وأنت جنسك الفلاني وأنا جنسي فلاني، لازم يكون في اندماج، لازم أي واحد يتزوج أي بنت يعني. ده كلام ثاني. هذا الجيل يا عنيد يا مغرور يا عنيد، ها يا مغرور كل دارفور، يا مغرور كل دارفور. الان بيحاول يعني يسوي بين الناس انه ديل من كده وانه ديل هنا، وحس الان لو جيت واحد من قبيله ثانيه خطب تلك الدنيا قامت وقعدت يا اخي جيبوا لنا قبيلته، جيبوا لنا وين. دي مسائل يفترض انه الجيل ده، الجيل يتجاوز الان الكنداكات دي لازم من اي قبيله، الشباب ده حس الان كلهم ديل دي، حس انا قدامي هنا قريب 50 قبيله كل دول بنتمي لقبيله، دي اداء الاندماج اللي احنا عايزينه، مش عمر الفجير فرتق الناس. الاسلام ما عنصري، الاسلام قومي ناشوناليزم، الاسلام قومي ما عنصري. عشان كده الناس دارين الواحد ننتهي من الحياه القديمه دي، البنت تتزوج من اي حته، يعني جاك الزوج تقبله، قال الاسلام ذاته قال من ترضون دينه، ما قال من ترضون قبيلته، قال القبائل دي انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. القصه بالاخلاق وبالدين وبالسلوك، مش زي شغل عبد الحي يوسف قال دي الشريعه والكلام الفارغ اللي بيسووه فوق ده. ده يا جماعه يفترض الناس تفتح صفحه جديده عشان ننتهي من المفاهيم الغلط. الواحد لو جه خطب البنت
ما يقول لي يا اخي انت جنسك شنو، بعد ذاك يسمعوه كلام فارغ، انتك شنو قبيلتك شنو. اي زول اسود عنده قبيله وعنده اهل وعنده نحاس وعنده المك وعنده المنجل وعنده السلطان وعنده الناظر وعنده العمده وهو ينتمي لقبيله، مش تقول لي يا اخي انت لونك، والله يا اخي احنا من الديو دي الغرابه وديلنا الجنوبه وديل وين، ده سياده البلد، ده سياده البلد، البلد ده حقهم هم حق الحلب، الحلب ده جاوا من القطر جاب على ذاك ده ما اهل السودان. أنا احنا الحمره دي ما دايريننا، دايرين اهلنا ديل، احنا دايرين تنوع بمختلف الالوان والاشكال، تنوع بمختلف الالوان. حس التلفزيون بتاع السودان ده بيت ما حمراء وجميله ما بشكلها في التلفزيون. هاي ليش يا ولد الغبش الزرقاء بنات ديل يعني ما يجيبون في التلفزيون، لانه عشان انا من دارفور اشوف صورتي هنا، انا من نيل ازرق من جبال السيلك من قولي من بوط من السيلك من الدوق من سمعة من جمام من جبال النوبة من الهباء من النمم، اشوف نفسي هنا، دي من النوبة، دي من النمم، دي من الميري، دي من الكولاقي، دي من كادوغلي، دي من البتي، دي من التامة، دي من الميدوق، دي من ابن عامر، دي من الهدندوة، دي من المحس، دي من الضناقل، دي من اي حتة، لكن لا دي جميلة، هي ذاتها تعتبر ما سوداني احتمال ذاتها تقول حلبية ساكت. طيب عايزة رسالتك لسه دار نظافة، دار نظافة لأنه في عنصرية جد الآن، في عنصرية، في عنصرية في أي شيء. حس الآن الواحد يقدم ما حتى في الحياة يعني في حتى المؤسسات دي ذاتها بتاخد على أشياء معينة، البنوك دي ذاتها حس فيها عنصرية في باكين ثلاثة أربعة والحلب. طيب أدي قول لي رسالتك من كلمتين لكل زول بيمارس عنصرية، بتوجه له رسالة بتقول له شنو؟ تكلم ثلاثة ساعات عن العنصرية، لكن بقول لكم إنه الشباب ده أنا بحملكم مسؤولية من الآن. أنا محمد أحمد عبد القادر الأرباب رئيس تجمع المستقلين، أنا أنصاري وحزب أمة أساسا، لكن لما بعد ما كسروا عن قريب قالوا عبد النبي ده ما يندفن هنا لأنه من دارفور، لأنه زول في رأيه ما يندفن مع الأشراف، قلت حزب الأمة ده بقيت مستقل، بقيت مستقل من اليوم ذاك، لأنه ذول عنصرية أنا بقيت ضد العنصرية دي. شكرا لك جزيلا. طارق يدفن هنا، بقول رسالتي للشباب ديل يا جماعة، أنبذوا مالي ومال تاريخ القبيلة تربي فينا قبل قشعر قبائل النبي، يعني تسوى إحنا سودانيين، نحن السودان ده زينا المصريين بيحبوا مصر، نحن يا جماعة نحب أن إحنا دايرين نكون حاجة واحدة. يا جيل البنات واحدة ما تشتغل بكلام أبوي قال لي وده جنسه كده تزوج الولد الليلة أسهروا لينا بمسهر قومي، مسهر يوحد هذا البلد، نحن محتاجين لاندماج اجتماعي قومي، نعمل مشروع قومي يوحد أهل السودان يوحد الجبهة الداخلية، مش ده جنسه فلان وده قبيلته فلان وانت أبوك فلان وبتاع، لا يا خلمة سوداني كفاية خلاص كفاية خلاص، اللي يقول لي انه لازم انت احمر، الاحمر ده ما جاء القطر مع الاتراك، الدفتردار وهيكسي باشا وبتاع اردوغان ده ذاته مع اهله ما جو هنا استعمرونا 1821 انتهوا من ال 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 اسمه شنو؟ المملكة بتاع السنار 1821 اخر من احفاد ابو الكيل كان حاكم الوفد عدلان وانتهوا من واحد اتواحد انتهوا من السنار دي وجونا الحبر الحمر الاباء المهدي. عشان كده يا جماعه نحن والله بنحب القطاع. الامام المهدي الناس داروا له لانه تزوج من الفور، تزوج مقبوله بنت السلطان نورين واصبح هو قال لهم ايوه دي مقبوله دي انا اتزوج من الفور. عشان كده احنا دايرين الزعيم يكون قائد ويكون قومي ويكون زول يعني يندمج مع الناس، مش يكون زول مترفع وانا شريفي وانا جدي فلان وانا بتاع، يا اخي الكلام الفارغ ده ما تعرفه. شكرا لك كثير، تسلم، شكرا لك كثير. ثانك يو الحمد لله. السلام عليكم، عارفين على نفسك لو سمحتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ميمون عبد الله الشيخ. انا من السودان وبنتمي لاي منطقه من السودان، ما بقول انا من وين، انا سودانيه. تعريفك للعنصرية شنو؟ العنصرية عدم قبول الآخر. أنا حابدأ بحاجة، أول شيء الناس الهوس الديني ديل نحن مسلمين بالفطرة، بعدين في محكم تنزيله ربنا قال إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتهى. يعني الكافر خلقه الله والمسلم خلقه الله، لكم دينكم ولي دين، كويس. دي بداية. أما عن العنصرية عدم قبول الآخر، أنا بفتكر يعني الناس الرقة النسيج الاجتماعي والمرحلة دي فعلا إحنا على حق، يعني وقفة الثوار أنا حييم والناس على حق، ولكن برضو لازم ترجعوا للقواعد، كويس، على الوعي.
لأنه الثلاثين سنة بالمناسبة الدولة العميقة دي استوت في الأغاليم والقرى البعيدة دي، يعني لازم داير شغل ورفع الوعي، لازم يكونوا في ناس يرفعوا الوعي وسط الناس دي. الأشكال بتاعت العنصرية اللي بتلاحظيها في المجتمع عموما شنو حولك؟ اللي هو مثلا لو أخذنا مسألة دارفور، عدم قبول الآخر، زي الأخ بيقول بين القبائل ذاتهم، حتى العرب ما بدوروا الفور، حتى ودي حاجة قبلية يعني؟ يعني بين القبائل، بعدين حتى ناس الشمال عندهم رأي. المهم اللي هو باختصار شديد عدم قبول الآخر. وأنا رسالتي يعني للسوار هنا، ده الوقت فعلا احنا اصحاب قضيه، وده الوقت نكون حاجه واحده، لا نتلفت دمنه عشان ننتهي من الدوله العميقه. فرسالتي لكل السوار، ما احنا يعني في اللي هي الدايفرسيتي اللي هو قبول الاخر، يعني كلنا الناس ما تنصرف وما ترجع للحته بتاعت الناس دايرين باسم الدين اللي هو 30 سنه تجربه الدين اللي هو في القرى، الناس الوضو ما بتعرف تتوضا. أكثر نوع بتاع عنصرية منتشر في مجتمعنا السوداني شنو أنت لاحظتيه أو شفتيه؟ اللي هو الغبلية، يعني عدم قبول الآخر، أي زول عنده في رأيه، ده عبد وده هنا. إحنا ربنا يعني خلقنا يعني ما يعني كلنا إلا بالتقوى، سواسية كالأسنان إلا بالتقوى يعني. فالناس رفع الوعي وسط الناس، وهنا رد النسيج الاجتماعي بفتكر، وبرضو زي ما بقوله وبكرر، يعني السوار يكون كتلة واحدة وما ينصرف ولا الإشاعات وكذا، يكون كتلة واحدة لأنه ناس حول قضية. يعني الأكثر الآثار السالبة اللي خلفت العنصرية في مجتمعنا شنو؟ هل في آثار سالبة واضحة ليك كانت نتيجة لممارسات العنصرية في المجتمع عموما؟ اللي هي الصراعات الغبلية دي ما واحدة من الحاجات، والحروب وسياسة فرق تسد اللي هي مكانت 30 سنة الدولة العميقة. طيب رسالتك لكل زول بيمارس عنصرية بتقولي ليه وشنو؟ يعني إذا نحن مشينا بمبدأ الإسلام وبمبدأ الإنسانية، ما المفروض يكون يعني في عنصرية أصلا؟ يعني الناس تتعامل بمبدأ الإنسانية وبالقيم والمبادئ الإسلامية، ونشوف قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا يعني. شكرا لك كثير. تفضل. المايك ما تقربوا من دي، ما تقربوا كده. حابه اتعرف عليك في البدايه. طيب في البدايه رمضان كريم لجميع الشعب السوداني. هذه القضية المهمة شديد في حياة المجتمع السوداني. أنا الأستاذ صلاح حسن مطر الخيضر من جامعة النيلين قسم الآثار، أستاذ بتاع دراسات اللغات القديمة في السودان. طيب عايزة أعرف رأيك في العنصرية، وهي شنو العنصرية أصلاً؟ طيب مسألة العنصرية مسألة يعني جاءت مع الاستعمار الإنجليزي للسودان في الفترة دي، يعني ودي أسست مشكلة السودان العنصرية، وحتى الآن بقت سائدة ومتجذرة في حياة الشعب السوداني. في الفترة دي كانت يعني قيام الجامعات في السودان، وفي أربعينيات يعني بالتحديد القرن الماضي، فكان في أستاذ بتاع أنثروبولوجيا، لأنه أصلا مشكلة السودان حاليا مشكلة أنثروبولوجية أكثر من هي مشكلة سياسية. يعني مشكلة السودان ممكن تتحلى مشكلة بالأنثروبولوجيا اللي هي المشكلة اللي عملتها الإدارة البريطانية في السودان، والمسائل حقتها اللي هي قسمت الأقاليم بتاعت السودان لأعراب ولعجم وغيره ولجنوبيين، وخلت العنصرية متجذرة في السودان. إيفانيس أدخل دراسة علم الأنثروبولوجيا في جامعة الخرطوم، ومن أخطر هذه الموجهات أو المادة كان طرحها في دراسة الأنثروبولوجيا اللي هي مصطلح القبيلة. مصطلح القبيلة وده هو المشكلة حتى الآن، عامل مشكلة للسودانيين، اللي هو أي واحد بيسألك بيقول لك أنت قبيلتك شنو وأنت من وين، حتى لو دار تفتح بلاغ بيسألك بيقول لك أنت من وين،
لو عندك اي مشكله دارت تتوظف بيسالوك انت من وين. فدي هي المشكله هنا. المصطلح ده المثقفين اللي كانوا موجودين في الفتره دي رفضوا هذا المصطلح، وفي ناس رفضت انه الانثروبولوجيا تدرس في السودان بهذه الطريقه، لانه اصلا الانثروبولوجيا هي معروفه علم الانسان، والمتناولين البريطانيين اللي هي الانثروبولوجيا الثقافيه ما بيشتغلوا بالانثروبولوجيا النوع الثاني اللي هي الانثروبولوجيا الاجتماعيه او الانثروبولوجيا بتاعت علم الانسان اللي هي تخص بالتشريح بتاع المكونات بتاع جسم الانسان ومكوناته الداخليه من اعضاء و اعضاء بتاعت عظام وغيره وغيره وغيره، الفيزيكال بتاعت المكونات بتاعت الهيكل الانساني. طيب المشكله بتاعت السودان ان الانثروبولوجيا دي تجذرت وكل الانظمه المتعاقبه على السودان مشت على نميري مره من مساؤه يعني، او حاجات من الحاجات الجميله اللي عملها فتره نميري ان احنا نطالب من هنا انه تمنع منعا باتا، وفي الدستور توضع انه اي زول يسال انسان من قبيلته هي تعد جريمه، جريمه في حق الوطن وفي حق السودان. اثنين، لازم تمسح كلمه قبيله من كل الوثائق الرسميه في التعاملات الرسميه بالسودان، يعني رقم وطني وغيره او جنسيه ما يكون في قبيله. ليه؟ لانه شان السودان متنوع، يعني السودان احنا ما يعني حتى حسب خطاب اخونا الجبيل يعني جزاه الله خير، لكن في حاجات ما كان يتحدث فيها. يعني السودان صح هو مكون من اسمه السودان اللي هو مايل للسمره كويس، يعني سود. حتى في الاثار انه ندرس الهياكل القديمه كلها بدراسات الجينيه هي سودا او سمر، لكن احنا ما نرفض برضو الدماء العربيه. فالسودان ما هو دوله عربيه لكن فيه دماء عربيه جاءت مع الهجرات اللي هي الدخول، يعني مثلا ندرس في الكتب في التاريخ مزور في دخول العرب السودان لكن ما في دخول النوبه السودان لانه النوبه جزء اصيل، ما في دخول الفور السودان لانه الفور مكون سوداني، لكن في دخول العرب السودان. دي من الحاجات المهمه، يعني العرب دي لو دخلوا سنه 1431 يعني ما مدى دخول العروبه وامتزاجها بدل الشعب السوداني ما اكثر من 600 سنه. طيب ورا 600 سنه دي السودان يرجع لحد فتره ما قبل التاريخ، يعني السودان يرجع لفتره ما قبل التاريخ لحد 20,000 سنه قبل الميلاد. دي كان وين القبائل دي؟ هي اللي هي القبائل الافريقيه. من الحاجات اللي بننادي بيها برضه هنا في الثوره انه لازم السودان يطلع نعمل اكزيت من شنو؟ من المحور بتاع الدول العربيه، جامعه الدول العربيه، ان احنا ما نرجع للناس دي لانه هم ما عايزين السودان ينهض، ما عايزين السودان يتقدم، شايفين السودان ده تكيه او يعني زي الخماره بتاعت شنو؟ العجين. انت بتشيل وتفضل منها بسيط وبتزيد عليها عشان تعمل توار عشان تعمل شنو؟ الكسر الجايه. داريه والعزله للسودان انه السودان يكون بعيد من شنو؟ من المحاور العالميه وينتقل انتقال ديمقراطي. دي من الحاجات السيئه ان احنا نمشي نكون في ازيار العرب. ان احنا لا نقول ان احنا عرب، لا نقول ان احنا افارقه، ان احنا نعتز بحاجه واحده بتنوعنا ده، ان احنا سودانيين فقط. لا نستقصي الاخر، لا نستقصي الاعراب، ولا نستقصي الجنس الاعراق الثانيه الموجوده في السودان القبائل، ان احنا نعتز بحاجه واحده، من هنا منطلق السودانويه. حتى نحن علم الاثار خاتمنا المصريات بعهد على حاجه واحده اللي هي حتى العلوم تدرس سودانيات فقط، ما تدرس بحاجه ثانيه، لانه احنا عندنا التنوع. عندنا التنوع متنوع، والتنوع ده امريكا بتفتش للتنوع ده بالهجرات. احنا عندنا لو موجود طبيعيا، ليه نحن نستخسر الاخرين؟ ثاني في مساله الزواج. دار تقدم انت من وين؟ انا من الغرب، وده من وين؟ وده من الشرق، ما ينفع كلام زي ده. نهائي ما ينفع. اي انسان هو كفاءته، الوظيفه هي بالكفاءه فقط، ما باي انتماء ولا باي حاجه ثانيه، لانه من اخطر الحاجات اللي دمرت السودان اللي هي المفوضيه بتاعت شنو؟ الخدمه المدنيه. حتى الاتحاد السوفيتي لما ينهار الناس رجعت لقت حاجه واحده هارت الاتحاد السوفيتي اللي هي شنو؟ مفوضيه الخدمه شنو؟ العامه، لانها بالمحسوبيه وبغيره. نحن ننادي من هنا انه ما في اي انسان ثاني يتحدث عن العنصريه، وما يتحدث بانه انا من القبيله الفلانيه. وحتى في الجامعات لازم كل حاجه اسمها الاسر والروابط تزاح
نزاح من شنو؟ من السودان. يعني ما في حاجة يقول لها قبيلة شنو وحقة الطناقلة والفور وحقة شنو، لا ما ينفع نهاية. سودان جديد، احنا متنوعين اصلا بعاداتنا وببلدنا، يعني ما في داعي ان احنا نخصي بعد عشان بحساب المحسوبية وانه ده احسن من زول. في النهاية احنا كلنا من ادم، ادم من تراب، يعني كلنا اولاد رجل وامرأة واحدة في النهاية كده، نحن سودانيين. يعني لازم نرجع لحاجة واحدة اللي هي الكفاءة فقط، كفاءة فقط، ايا كان اتجاهك كفاءتك فقط هي اللي هي شنو تثبت انك انت الولاء انك تشتغل في هذه الوظيفة. طيب اكثر انواع العنصرية في السودان شنو؟ يعني من اكثر انواع العنصريه في السودان اللي هي العنصريه اللي بتتاصل في شنو، في المعاملات الاجتماعيه، مساله الزواج كويس بالذات، فتلقى المساله دي متجذره وحطمت قلوب كثير من الشباب وخلته الواحد انه يعني يتزوج نمساويه اسهل له من يتزوج واحده من قبيله ثانيه في السودان. حتى في سودانيين يتزوجوا إسرائيليات، في زول أفضل من إسرائيليات، في ناس يتزوجوا ألمانيات، لكن أنت لو جيت من غرب ولا جيت من أي حتة تانية ولا جيت من حتة تانية يقول لك أنا إحنا ما بنزوج ليك. دي من الحاجات المشاكل الكبيرة في السودان. السلام في السودان الناس كانت بتسعى له إنه مع شنو الناس المتمردين أو بيشوفوه من أهل بتاع، لا الفصايد، لا السلام بتاع السودان لازم يكون توعية من الشعب ذاته، لأنه إحنا محتاجين لسلام داخلي أكثر من حاجة، سلام بيننا إحنا كشعب. لازم نعترف بان احنا كلنا سودانيين، كلنا سودانيين، الاسود والاخضر والاصفر كلنا احنا سودانيين. اللي يميزنا حاجه واحده في الوظائف اللي هي الكفاءه فقط. طيب رساله بتوجهها للزول اللي بيمارس العنصريه؟ الرساله بقول له ارجع لو انت بتعرف الاسلام لحاجه واحده، عندما تحدث سيدنا يعني ابا ذر الغفاري مع بلال بن رباح ووصموا بشنو يا ابن السودان، فرغم انه ابا ذر من كبار الصحابه بكى لانه الرسول قال له انك امرئ فيك جاهليه، فاي زول بينبذ بالعنصريه امرئ فيه جاهليه. شكرا لك يا استاذ، وان شاء الله نتواصل معك. طيب حد في زول يتقدم؟ إبراهيم محمد أحمد علي، محاضر بجامعة النيلين، زميل الأستاذ صلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. التكريم ربنا قال كرمنا بني آدم، والبني آدم هنا لا خصص مسلم لا غير مسلم ولا وثني، بمعنى أنه الإنسان مكرم كإنسان. طيب العنصرية أسبابها شو؟ يا عنصرية إرقية، يا ثقافية، يا ممكن تكون دينية. أنت بديك إحساس إنك أنت أفضل من الإنسان الآخر. طيب لما نجي في السودان إنه التنوع الموجود تنوع تاريخي وتنوع معاصي. لما أنا كباحث أمشي في حفرية أثرية ألقى لي مدفن برجع أو جبانة بترجع عمرها 3000 سنة أو أكثر، وبلقى في نفس الجبانة الصفات التشريحية متنوعة، يعني بتلقى أكثر من عنصر موجود. ده بدل لك إنه شنو التنوع الموجود في السودان ده تنوع تاريخي، وفي تنوع هسي معاصر. طيب التنوع التاريخي ده ممكن يكون مصدر إلهام شنو ناس يسبوا التنوع المعاصر الموجود ده. هاي الثانية الناس لما تتكلم منه شنو مسألة الزواج وما أدراك ما الزواج. في بعض المجتمعات اللي عندها شكل من أشكال التنوع رجعوا لهذه المسيمة البوتقة. البوتقة دي الناس بيقولوا لها انسحاب. طيب البوتقة دي ذاتها أنا ما أنصار بشكل ده، أنا ما أنا شرط أتصاهر معاك عشان تقبلني، أنت ما قبلني أنا كإنسان آخر. هل يعني نفرض على الناس انه اي انسان تزوج من القبيله الفلانيه عشان تقبلني؟ ترى انه معقول يا اخوان؟ انت اقبلني انا يا اخي اخر. يعني بعدين الزول مثلا بيشيل نفسه انه هو يعني افضل من الـ 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 من الارقه الثانيه او ثقافته احسن من الثقافه الثانيه.
طيب اذا كان الانجلو ساكسون مثلا في امريكا هم بيشوفوا نفسهم حتى الناس اللي جايين من اللاتيني عندهم شايفين شنو سكن مش كده؟ طيب انت اذا كنت تلقى نفسك يعني انا ما شايف التنوع موجود في السودان ده ذاته كبير كده يعني اذا كان مثلا احنا السودانيين وتخيل نفسك مثلا بالانجلو ساكسون شايفين نفسهم هم مثلا افضل من الناس كلهم حتى يشوف الاوروبيين اللي جايين من جنوب اوروبا هم اقل منه بيدرج نفسك كم انت كم دا تدعى نفسك كده بتلقى نفسك في السلم شنو؟ الافضليه مثلا كم انت بتحكم بمعايير انت ليس مشكله؟ اذا كده الناس ما تهتم بالكلام انت كم تهز بنفسك انت افضل في ناس بمعايير هو افضل منك احسن انت ما تهز لنفسك انت افضل من الاخرين اي زول عنده ايجابيات صفاته والاخر وعنده سلبيات دي الحاجة وبعدين المسألة الكبيرة بالنسبة للعنصرية في السودان الناس شايفين انه شنو ثقافته هي افضل من الثقافة الثانية يعني بتلقى حتى في الأسرة الواحدة أو في القبيلة الواحدة بتلقى القبيلة تلقى خشن بيت شايف نفسه انه شنو أصير من القبيلة الثانية فهم الجزيرة شديد شكرا شكرا يا أستاذ طيب في أي مداخلة ثانية؟ بسم الله والحمد لله انا اسم عبد المجيد دود خريج جامعه اهليه كليه الاداب واللغه الانجليزيه انا حابب اتكلم عن مشكله العنصريه قبل ما نتكلم عن مشكله العنصريه نشوف المشكله جات من وين المساله مساله عراقيه ام يكون مساله جغرافيه يلا كلنا بنرجع المشكله وين المشكله مشكله الهويه نحن عندنا مشكله كبيره بنواجهها واكثر الشيء هو اللي استنزف من وراء العنصريه هو الشيء هو السودانيين. هنا لجينا نتكلم عن الهوية. في هوية وطنية. كلنا كسودانيين. فيهم العرب، فيهم الزغاوة، فيهم الفور. بيحتضننا شيء واحد. الهوية السودانية. وبعد الهوية السودانية في هوية إثنية. أنا بنتمي لقبيلة معينة. لها ثقافتها ولا أجندتها الخاصة. يلا الهوية الجغرافية بمعنى نحن كسودانيين موجودين في القارة الأفريقية. معناه نحن بنتمي لقارة. أفريقيا. خلينا من الشعوب اللي تتكلم عنها شعوب عربية. المشكلة الكبيرة هنا بنواجهها مشكلة أيديولوجية ومشكلة العروبة. المشكلة الأيديولوجية نحن في يعني قم بتزرع يعني من قبل قد يكون النظام السابق المؤتمر البطني والمؤتمر الوطني إذا صح التعبير أنا نسيته كيف. بس في مشكلة هنا نحن واجهناها نحن كمسلمين أكثر جدا من باقي الديانات. الأخرى في فترة من الزمن في نادي كاثوليكي بجاي حسي عملوها نادي ثقافية هي كان النادي كاثوليكي يعني دي بدل على شنو نحن ما عندنا ثقافة دينية وما في حرية الأديان وتسامح الدين دي المشكلة إنه تنتمي لها لو رجعت للعنصرية الحاجة اللي بتجيبها العنصرية شنو عدم تقبل الآخر يعني في آراء بتكون مختلفة العالم المالي اللي هو يتكلم انه امادو حمباتي مبا قالوا اكبر مشكله بتواجهها الشعوب الافريقيه قالوا الاختلاف الراي لا يفسد في الود قضيه وقال شنو انه الافارقه دائما انه نحن عندنا حاجه واحده او خيار واحد ممكن بنمشي عليه اللي هو نحن كافارقه بافارقه ما انه نحن ما ننتمي للدول العربيه او ما نكون لها مصالح المصالح السياسيه يخلي لها يكون بجانب ونحن أجندتنا كثقافة أفريقية يلا المشكلة العروبة اللي نحن بنتكلم فيها العروبة جابتها شنو؟ اللون والسواد والحياة ما فيها لازمة دي يلا لين لو رجعنا للسودان السودان زي ما قال دكتور جون قرن ديمو بيور قالوا لين عشان نحل مشكلة السودان ندع عليها قانون أو اللغة لما لا إنه يكون لنا لغة سودانوية زي ما أستاذ تكلم عنه الدكتور جون قرن قال نختار من أي قبيلة حرف ونضعها في قاموس واحد فيكون لنا لغة فيها بيتكلم عنها لما لا تم تصفيته أصبح هم مفتكرين إنه أصبح من مزبلة التاريخ لكن أصبح في صفوة التاريخ اللي هو نحن بندرسه الدكتور جون قرن ونحن بنتكلم عنه أنا لسه ما قلت لكم أنا منو تلاقوا أنا عبد المجيد بس لكن ما بنتلاقوا منتمي لوين؟ أنا منتمي للدولة السودانية. أنت سوداني في النهاية. الدولة السودانية ومن منطقة سودانوية ولي لهجة سودانية. دي المفروض ناس تتطرق عليها وشوف مشكلة القبيلة ومشكلة التطرف الحياة دي ممكن يكون من الماضي يعني.
نحن محتاجين يعني تأهيل أو دراسة إنه نوعي الشباب ونصل لحلول يعني. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب في البدء كل عام وأنتم بخير. نحيي هذه الثورة العظيمة، هي ليست ثورة ضد النظام فقط، هي ثورة ضد كل سيء في هذا البلد، هي ثورة ضد المشاعر السلبية، ضد ما هو متوارث ولم يعد يناسب الآن هذه الدولة السودانية. طيب في تعريف العنصرية، أرى أن العنصرية هي عدم قبول الآخر، وهذه هي مشكلتنا. نحن سياسيين لا نقبل الآخر، نحن اجتماعيين لا نقبل الآخر، حتى دينيين لا نقبل الآخر. نحن مهيئين لأن نكون عنيفين، نحن مهيئين لأن يكون خيارنا دائما هو العنف، هكذا كنا. يمكن النجح الآن في أن يعني غفص على هذا الحاجز هم الجيل اللي بعدنا، جيل السبعينيات، جيل يمكن انتشر جزء كبير من العنف مثلا في الجامعات في عهدنا، يعني الاختلاف السياسي الكبير، الاختلاف الاجتماعي الكبير، هذه كلها أمراض مجتمعية. هذه الأمراض المجتمعية لن نستطيع أن نتجاوزها ما لم يكن هنالك وعي كبير. الوعي الكبير لا يأتي بحلول نصفية أو بحلول منقوصة أو بحلول ناقصة. الوعي الكبير يأتي أولا بصناعة جيل حقيقي، جيل يؤمن بالسلام، جيل يؤمن بالتنوع. وهذا الجيل لصناعته أو لصناعته يجب أن نتخطى المشاكل التي صنعتها حكومة الإنغاز على مدى 30 عاما. دمرت التعليم، دمار التعليم هو الأذى الكبير اللي أذى السودان. دمار التعليم، دمار المناهج، دمار المغررات، هذا أذى كبير. كل منطقة جغرافية في السودان الآن لها مشاكلها، كل منطقة لها في السودان لها أزماتها. دارفور أزمتها كبيرة لعدة أسباب، انعدام الأمن، انعدام التنمية فيها، انعدام المساواة الاجتماعية، الحروب، النزاعات، هذه خلقت نفس مشوهة. نحن لا نقصد إساءة، وإنما النفس المشوهة هي النفس التي تنشأ في مكان ما فيه استقرار. عدم الاستقرار بيخلي في جنوح كبير، لأنك أنت يعني جنوح نحو السلام، هي أشواق، هذه الأشواق تتوالد في دواخلنا نحو السلام. لكن القهر بشكل عام، الظلم بشكل عام، ينمي الغضب داخل الإنسان. هذا الغضب الكبير بيطلع سلوك في حياتنا، هذا السلوك هو اللي بتنشأ منه العنصرية. طيب العنصرية ليست من الشمال تجاه الجنوب، وليست من الشمال تجاه الغرب، من الغرب أيضا تجاه الشمال هنالك عنصرية، بحيث أن حتى إقليم دارفور العظيم يعتقد أن الشمال بشكل عام هو سبب في أزمته، وذلك غير صحيح، لأن الشمال دمر أيضا في عهد الإنغاز. يبقى نحن كلنا بنتكلم عن نظام سياسي هو الذي دمر السودان، وليس نظام جغرافي، وليس مكان جغرافي. لا يمكن أن نحمل منطقة في السودان أزمة منطقة أخرى، يعني جنوب كردفان لها أزمتها العظيمة بسبب النظام، الشمال له أزمته الكبيرة، الوسط، نهر النيل، هذه كلها ولايات عاشت الظلم من نظام الإنغاز. يبقى نحن نتفق الآن على أن ما يعيشه السودان هو أتى من نظام، ليس الإنغاز وحدها على فكرة، يعني السودان من النظام الشمولي بشكل عام. السودان منذ استغلاله 58 سنة نحن تحت حكم العسكر، والعسكر نظام شمولي، والعسكري معروف كيف يتعامل يعني مع الدولة وكيف يتعامل مع المجتمع. لماذا عبرت رواندا الآن؟ عبرت رواندا الآن لعدة أسباب. عبرت رواندا الآن بالقانون، عبرت رواندا الآن بالدستور، عبرت بالمصالحة الاجتماعية وبالتعايش، وهذه المصالحة وهذا التعايش لم يأتي من فراغ، وإنما أتى بالعدالة الانتقالية. هذا النظام القانوني الذي يفترض أن يطبق في السودان، العدالة الانتقالية هي واحدة من الأسباب اللي حتخلينا أن إحنا نتجاوز العنصرية، لأنه حيكون في تسامح، حيكون في تعويض، حيكون في جبر للضرر، وجبر الضرر هو الذي يجعل النفس تهدأ قليلا من الظلم وإحساس القهر. إحساس القهر يعتبر واحدة من الأسباب التي تدمر النفس البشرية، إحساس الظلم هو الذي يدمرنا. طيب نحن لنتجاوز، لا بد من لا نحصر القضية أولا في قصة الزواج، هذا تضييق لواسع، نحن لا نريد أن نضيق واسع، نحن نريد أن نفتح البراحات ونفتح الفضاءات لنعالج هذه المشكلة الكبيرة، مشكلة العنصرية. تعالج مشكلة العنصرية بحقيقة بالمحاكمات وبجبر الضرر وبالقانون وبحكومة مدنية. لا بد من حكومة مدنية، لأن العسكري لا يفهم، العسكري لا يفهم في القانون، العسكري لا يفهم في الدستور، العسكري لا يحترم الحقوق الإنسانية. طيب لا نتحدث عن الدين ولا نتحدث عن الإسلام، نتحدث عن الإنسانية. هذه المظلة الكبيرة، الإنسانية هي اللي بتجمع الأديان،
هي اللي بتجمع المذاهب المختلفة الإنسانية، هي اللي بتجعلنا نتضامن أنا وأنت وغيرنا، نحن كلنا بنكون تحت مظلة الإنسانية الكبيرة. ما نتحدث عنه، كنا دائما نتحدث عن دارفور، نتحدث عن دارفور لأن الله سبحانه وتعالى يقول آمناهم من خوف وأطعمناهم من جوع، ونظل نردد أنها دارفور سيدة الجراح، لأن الأمن، لأن عدم الاستقرار، وأن الحكومة عملت كل الممكن في ضياع هذا الشعب، وعملت كل الممكن في ظلم هذا الشعب. طيب هل دارفور وحدها مظلومة؟ إطلاقا، السودان كله مظلوم، لكننا تضامننا مع دارفور لأنها أنتجت جيل مشوه. أي جيل بيقوم وأي أطفال بيولدوا تحت أصوات الغصب، بيولدوا منهم فقدوا أبهاتهم وأمهاتهم، بيولدوا بذاكرة فيها ظلم كبير، بيولدوا فيهم تركوا أماكنهم قهرا ومشوا عاشوا في معسكرات ضيقة كجحور الضب، ذلك كله مبرر لأن تكون النفس البشرية الطبيعية هي مشوهة بهذا الظلم. لا شخص يرضى أن يكون إنه يخلي مكانه ظلما وقهرا، هذا شيء طبيعي، لكن عشان نتجاوز ذلك كله يجب أولا أن نرفع من مستوى التعليم في بلادنا. لا بد من أن يحكمنا أكفاء، أشخاص يستحقون هذا البلد العظيم، يستحقون رغم النحب الكبير ما زالت بالبلاد موارد. ينبغي أن نرفع مستوى التعليم في بلادنا، ينبغي أن يرتفع مستوى الوعي ومستوى الوعي ومستوى الفهم، لا يأتي مطلقا ما لم نتعلم تعليما جيدا لأجيالنا. نحن الآن كجيل لن نستطيع أننا نصنع سلام، صدقوني نحن كلنا مشوهين، نحن عانينا، وهذه المعاناة اللي عانيناها هي اللي خلتنا ضيقين الأفق، ما قادرين نفتح براحات. من كان يظن أن الإنغاصة تسقط؟ من كان يظن أن البشير سيمشي؟ يعني من كان يظن أن المظاهرات متباعدة هنا وهناك يمكن أن تذهب بهذا النظام؟ من كان يظن أصلا أن العدل والمساواة يمكنها أن تنشئ خيمة مقابلة للبحرية؟ من كان يظن ذلك؟ لا أحد، ولكن هذا الجيل استطاع أن يفعل ذلك. هذا الجيل استطاع بسلميته وبعمره القصير أن يكون نجمة مضيئة في سماء السودان. كيف نساعد هذا الجيل؟ نساعد هذا الجيل بأن نصنع أجيالا صغيرة الآن في مستوى 8 سنين والتسعة سنين بتعليم جيد. الظلم والقهر الذي تحس به النفوس يرفعه التعليم عندما أكون أنا متعلمة وأنت متعلم، ولا أعني التعليم الأكاديمي، هو تعليم مختلف، هو تعلم التعاليم المختلفة، المعاهد الفنية، التعليم بأنواعه. طيب لا بد من أننا نساعد الأجيال الآن الصغيرة بأن تنشئ مستقبلا مضيئا لحياتها. كل ممكن حسب جغرافيته، كل يتعلم حسب إمكانياته، لكن أن لا نساعد هذا الأجيال فهذا يعني أن لا شيء، هذه الثورة لا شيء. نحن لا نزع الآن فقط لحكومة مدنية، بل نحن نزع لسودان المستقبل، لسودان يستطاع أن يتجاوز ويقفز فوق الجراحات، هذه الجراحات إن لم تكن هنالك عدالة انتقالية مطبقة، لم يكن هنالك جبر للضرر، لم تكن هنالك تعويضات، لم يكن هنالك إرجاع للحقوق، لم يكن هنالك أشخاص مستعدين أن يحترفوا بأخطائهم، وهذا كله إن لم يحدث لن نستطيع أن نتجاوز الأزمات الآن. العنصرية محاربتها لن تكون ضيقة بهذا المفهوم الذي كان هنا، بهذا مفهوم الزواج، هذا مفهوم ضيق جدا، نحن نريد براحات أوسع، نريد براحات أكبر لمعالجة مثل هذه الشمولية، دائما يعني تترك آثار سلبية تستمر لمدة سنوات. أنا شاكرة جدا لكم حسن الاستماع، شكرا جزيلا. نشكرك يا أستاذة على المداخلة الجميلة، وإن شاء الله طيب. السلام عليكم، بنشكر وقفتكم معانا واستمعنا لآراءكم كلها، وفي ناس استمعت ما قدرت تصلنا جوا عشان تبدي بآراء، فنحن بنشكركم جميعا وبنتأسف لأنه الزمن ضايقنا، خشينا في زمن أخواننا الفلكيين، مفترض عندهم معرض للفلكيين هسع، فالناس ما تنصرف برضو ممكن تحضر محاضرتهم، ونحن إن شاء الله المبادرة دي انبثقت من الجروب بتاع الباحثين السودانيين، وحتى الآن نحن تحت مظلة الباحثين السودانيين، ودائما تواجدنا هنا في المنصة دي تمام طول الأسبوع في أي زمان في أي مكان، أي زول داير ينضم علينا، أي زول عنده رأي داير يقولوا أن احنا موجودين، فتشنا هنا، لو جيت هنا بتلقانا موجودين بإذن الله. فنحن شاكرين لكم جدا ومقدرين وقفتكم معانا، وإن شاء الله بكم كلنا نبني سودان موحد بإن شاء الله، ونخلي الفرصة لأخواننا الفلكيين الآن.
بجاوي وكردفاني وشاقي ايش فايداني غير خلقت خصام خلت اخوي عاداني خلوا نبانا يسري مع البعيد وداني يكفي النيل ابونا والجنس السوداني يكفي النيل ابونا والجنس السوداني. بنرحب بكم كلكم في منصة الباحثين السودانيين وتتواصل برامجنا وإن شاء الله البرنامج القادم مع أخواننا الفلكيين في افتتاح المعرض المستمر لأبحاث الفضاء وتقديم شرح مع الباحث حذيفة فريمة. فليتفضل حذيفة. مشكورة. السلام عليكم.